مقطع اليوم راح اقدر اشتري نفسي باشكال كثير مختلفه، وكل شخصيه راح يكون في لها قدره جدا رهيبه راح تشوفها خلال المقطع. فايش بتتوقعوا لما اشي جميع الشخصيات واروح عند التنين عشان اذبحه؟ هل راح يذبحوه بشكل جدا سريع ولا؟ فعشان هيك تابعوا الحلقه من البدايه للنهايه، ولا تنسوا الله يرضى عليكم تنزلوا تحت تضغطوا على اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الاشعارات لانه هذا الاشي جدا مهم. ولا بتمنى انكم تستمتعوا في المقطع. انا قلت لكم بدي اشي نفسي واجيب نفسي الجيش الكبير ويذبح التنين، ولكن ما ذكرت اهم نقطه، كيف بقدر اشتري نفسي؟ هل بحتاج دولارات؟ هل بحتاج اني اكسر البلوكات زي ما عملنا بحلقه التي ان تي لما شلنا التي ان تي من المتجر؟ لا، المره هذه لازم اجمع عدد دايموند كبير، وفي عندي هون البار اللي بحكي معك يا صهيب صفر دايموند، مع مرور الوقت بصير يزيد لحبه دايموند شيء بسيط، ولكن اذا بدي كميات كبيره كل اللي علي اعمله اني اكسر البلوكات وراح يصير يجيني دايموند بشكل اسرع وافضل. يعني اذا كسرت الجراس هدول ما بيجيني، لازم بلوك يعني كسر يا صهيب وجيب دايموند. خلينا بالبدايه اجيب تقريبا 20 حبه دايموند، وبعدين نروح على المتجر. لو تركزوا في عندي هون شوب بورتال، هذا راح يودينا على المكان اللي بقدر اشتري فيه نفسي، وراح يكون فيه اشكال كثير ورهيبه، واتوقع بالانترو انحرق عليكم كم من شكل، ولكن في اشكال كثير اكثر. خلينا نحط البوابه 1 2 3 وافتح يا بوابه يا سمسم، وهذا هو راسي موجود، يعني كانه بحكي لي صايف تفضل على المتجر تبعك، نخش نقول بسم الله. وهذا المتجر الرهيب الموجود فيه شخصيات كثيرة إلي. أول شخصية عندي شخصية الكرتون، وبقدر أشتريها ب10 حبات دايموند. نقول بسم الله واشتري يا صهيب. صار في عندي كارد بورد صهيب، صهيب الكرتوني، حط كراتين وبفجرهم وبجيب لي كمان دايموند، وهذه الطريقة اللي بقدر أجيب فيها دايموند بشكل أسرع وأكثر. وعندي هون الشخصية الثانية اللي ب25 دايموند، ولكن ما عندي دايموند كثير، فخلينا نرجع من المكان اللي جينا منه عشان نحط هذه الشخصية ونشوف قدرتها مع بعض. الحكالي بعدي رصبا كراتين يفجر المكان. ايوه حط كرتونه اولى وطلع لي دايموند، يا سلام يا حبيبي هذا اللي بدي اياه، ولكن الكرتونه بتنفجر ورحت. لا ارجع ارجع ارجع، شو رايكم ارسم اكثر من واحد؟ اشوف والله بقدر ارسم اكثر من شخص، ونبعد عن المكان ونشوف من اكثر من تفجير ودايموند اكثر اكثر. اعطينا ايوه 100 حبه دايموند، والله وصلت 100 120 140 147. نرجع على المتجر ونروح نشتري نفسي اللي كان ب 25 دايموند اللي هو هذا. السلام عليكم كيف حالك؟ اعطيني نفسي، جبت الاول بقدر اجيب زيد. اه والله بقدر. الشخصيه الثانيه ب 100 دايموند، وهذا في عنده كيك ولا متجر ماكولات ولا شكل متجر ماكولات؟ اه والله شخصيه الماكولات، شخصيتي انا جميله. وهذه شخصيه الكرتون مكتوب هون كرتون صايب، يعني الشخصيه الكرتونيه. خلينا نرجع ونشوف قدراتهم. المفروض يعطيني عدد دايموند اكبر من اللي اعطاني اياه الاول الشخصيه الاولى، فخلينا نشوف الشخصيه الثانيه تحت الكرتون نحطها ونشوف ايش بتعمل. عملت شايب اللي صار، ينزل انفل على راس الفيليجر، يعني اي وحش طريف بعد ينزل انفل على راسه ويجيب لي دايموند اكثر. يعني اذا جينا على سبيل المثال عند الابقار، انا اسف يا ابقار، بعد ينزل عليهم شوف 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 بنزل والله انفل 100 دايموند وبجيب دايموند اكثر. يا سلام اكثر اكثر. اي اي اضرب 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 واذبح فجر راسه، ما عنده مشكله. لا لا حبيبي صهيب جيب اكثر اكثر، ما في خلاص هذه هي 400 دايموند ولا 400 دايموند، يعني اكسر هاي بصير 400. خلينا نشوف الشخصيه الثانيه جنك فود، احكي لي ثرو بلوش برجر، برمي برجرات متفجره. فنقول بسم الله وحط البرجر صهيب، والله منظري جدا جميل، وبرمي برجر مفجر، واي تفجير بجيب لي دايموند اكثر. صار معي 500، يعني اذا بحط هذه هون وهذه هون وهذه هون وهذه هون وهذه هون بصير الجيش كله يضرب برجرات. يا سلام برجرات صهيب يتفجر الدنيا ويجيب لي دايموند. صار في عندي 1000 حبه دايموند، والشخصيات هاي خلينا نطلعها فوق عشان نجيب جميع الشخصيات، وبعدين نروح على التنين نذبحه. برجع البورتال وارجع على المتجر الجميل، خلينا نشوف ايش في اشياء ثانية بقدر اشتريها. الشخصية رقم 500 مكتوب عندي ريلستيك، حبيبي تعال اشتريته ب 500، والله منظره جميل. واجاني شيء بالشات مكتوب نيو يو ار ريدي تو موف، لا مش ريدي تو موف، بدي اجرب اول شيء الشخصية بعدين اروح على المكان اللي بدي اعمل لي عليه تليبورت، ممكن يجيب فيه العيد. خلينا نشوف الشخصية ايش بتعمل، بعدين يعني بسوي اللي بدي اياه. او نقرا، لما نقرا ريلستيك صهيب، صهيب الواقعي بكسر بلوكات 5 بـ5. حبيبي يعني البيت هذا تاع الفيليجر بروح فيها. نجرب بسم الله، احط الشخصيه. اه والله بعد يحفر بالبيكاكسين تعونه، كسر 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 وربك ميسر.
واعطيني بلوكات كثير، والله اعطاني كثير بلوكات، والله مشكور يا صهيبي يا انا، والله اللي خاطر اسوي لي ادوات لبلاش اموت يعني لما انتقل على المكان الجديد تاعه، اقل ما فيها اسوي لنا سيف من الحجر، ما بكسر، ليش؟ حط هون وكسر قبل ستون، ما بكسر لي قبل ستون، حبيبي، اصلا عادي، كل عليك صهيبي تسويه سيف من الخشب، سويت سيف من الخشب ولكن اتوقع بحتاج كمان غذاء والله، لو في احتمال اني اجوع، مليون بالمية راح اجوع، ولكن بفكر فيه حاليا، ليش ما يكون في ايرون جولم اني اذبحه واجيب سيف الايرون بشكل جدا سريع، وبهيك انا جاهز اني اروح على المكان اللي يوديني عليه اللي هو التليبورت، ايوه 5 4 3 2 1 ونقلني على مكان غريب كانه مدخل كهف كبير، والمدخل كهف فيه موارد كثير يعني بقدر اجمع لي ايرون المفروض ولا لا، وجابني هون عشان ارسم شخصيتي هاي الريلستيك عشان يقعد يكسر ويجيب لي كميه من الدامج اكثر، رسم لي زومبي ماينر وحامل بايديه بكاكسل، حبيبي والله لا تموت انا معي سيف من الايرون، خد 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 وموت وابلع، والله انه بطول قبل ما يموت والثاني موت انت كمان، خليني هلا رسم نفسي ونشوف التكسير، وراح يصير يجيني دامج اكثر، ما كسر كمان هون، كسر كسر ربك ويسر، كسر اكثر 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 كسر، مش حتأدي انا يا سهايبر بالتكسير، حط هيك اكثر من شخصيه جنب بعض وخلي الجيش كله هيك يروح يروح ويمشي يكسر، تراك ما وصل 4000 دايموند واروح على المتجر ونشوف ايش في شخصيات ثانيه بقدر اشتريها، وصلت 4000 صهيب لا تطمع لا تطمع بديش 5000 بقولكم يلا مشيها 5000 وبعدين بنروح نشوف المتجر، بقولكم رسم المتجر هون اول ما الشخصيات تختفي صار معي 5000 هلا على المتجر الجميل في عندهم صندوق مكتوب عليه 1000 هذا الصندوق لما اشتريه راح يصير يا جماعة الخير 1 2 3 بوم برص من عند الصندوق وراح يصير انه يدبل لي الدايموند راح يجيني من شخصيات يعني الشخصية بتجيب لي 10 دايموند يصير يجيني 20 دايموند وهذا الاشي اللي بدي اياه من زمان فنيجي هلا على الشخصية اللي بعدها 5000 لا والله ما كنت اعرف لازم اجيب الله ياخذك انت ليش اشتريتك هلا صهيب شس ما بدي اياك بدي دايموند اكثر والله احط الشخصيات هذه كسر جيب لي 5000 لا والله ما بجيب 5000 المفروض جيب لي اكثر لانه هلا فعليا تدبل الرقم عندي والله جاب تقريبا 6000 ممتاز جدا 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 وهلا بقدر اشتري نفسي ابو رقم 5000 جاهزين 1 2 3 ومحطوط عليه حرف الاس يعني سوبر صهيب خليني اطلع من الكهف هذا الموجود فيه وارسم الشخصيه عشان اشوف ايش بتعمل ولا لكم ايش رايكم ارسمها هون واشوف ايش بتعمل اه خرباتك تفجر مكان بحوله الى نذر شو مكتوب على الشخصيه كتب لي بنزل بمسح معي موت والله موت في حد بحني ولكن عندي 22000 من الدايموند نرجع البورتل نرجع نشتري الشخصيات من اول وجديد والله انه هاي الشخصية بتجيب دايموند كثير ولكن هلا نيجي على الشخصية اللي بعدها شخصية الهكر صهيب اللي بيقدر يهكر كل شيء ب 10000 جيب يا حبيبي وبدي اشتري كمان صندوق تاع صهيب اللي بيقدر يدبل لي الدايموند بشكل اكبر ولكن ما بدي اجيب منه كمية كبيرة فعليا راح اجيب منه حبة حبتين ثلاثة صار في عندي هيك 4 صناديق اتوقع هذه فعليا اللي بدي اياها كلها بصير في عندي لاك ودروبات دبل 5 ممتازة بس حاب اجرب شغله بما انه الصناديق هاي في عليها اسنان هل بتقعد تهاجم الوحوش ضربتهم اه والله بتهاجمهم ممتاز وكمان رسم لي دايموند صهيب حبيبي ما عندي سيف من الايرون انا طب شو رايكم رسم هاد اللي كان يفجر اوه يا صهيب ليش يفجرني يا رب يا رب ايوه فجر فجر جيب لي دايموند اكثر حط صهيب كرتون عشان ينزل انبل على راسهم يذبحهم كلهم ايوه يا سلام هذا الكلام فجر فجر راس فجر راسه صهيب الدايموند ما بدي اياه صار صهيب يهاجم صهيب كيف هاد جديد علي والله يا انه القريه تحولت الى نذر اذا بتركزوا كمان الخشب كمان متحول والايرون جولم المفروض انه يموت يا رب يموت يا رب عشان يعطيني الايرون اعطاني ايرون حلو اعطاني 5 حبات اعطيني سيف وكمان 1 بكاك خلينا نحط الشخصيه كمان مره واقف جنبها ان شاء الله انه ما يفجر راسي يا رب قاعد بفجر مكان وبحوله الى نذر هذا اللي بدي اياه 100000 لا 90000 طيب لا تكذب 100000 لا والله 110000 والله جاب لي كثير طب هلا اجى الوقت نشوف هاكر صهيب ايش راح يعمل لي اياه مكتوب انه بهكر العالم وبصير يخلي العالم يمطر دايموند قاعد والله بهكر شوف موجود اللابتوب بايده هكر هكر ايش صار اوه عم بتمطر دايموند عن جد هل المنطقه راح تضلها تمطر دايموند ولا راح يوقف ان شاء الله ما يوقف انا بتمنى انه ما يوقف ابدا تركت هذه المنطقه تمطر من الدايموند عشان اروح اجيب لي غذاء لانه الغذاء اللي عندي فعليا رايح انا بحتاج اني اركض لقدام للان جايب 6 شخصيات اجى الوقت اني اجيب شخصيات اكثر بما انه صار في معي 133000 دايموند يا رب يا كريم ايش الشخصيه اللي بعدها الشخصيه اللي بعدها لا هذا السوبر صهيب عن جد اللي جدا مكلف اللي ب 25000 دايموند ولكن جيب يا حبيبي انا غني وراح يوديني على مكان جديد ب
قول لي بعمل عليه ريبورت. لا يا حبيبي لا توديني هلا، لاني بدي اشتري الشخصيه اللي بعدها المكتوب عليها 50,000، لكن لو تركزوا على الراس كاني لابس ضفدع من الضفادع الجديده، والشخصيه اللي بعدها تاعت السلايم وكاني عم بركض من كريبر. حبيبي انا ما بركض من كريبر، راح اشتريه ونشوف ايش الشخصيه بتعمل هاي، بس حقها 100,000 وانا ما عندي. خلينا نشعل العالم الطبيعي ونجرب الشخصيتين الجداد. عندي سوبر هيرو صهيب، صهيب الخارق، فلاي بقدر اطير، ومايند بلوك لا 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 بقدر اطير، شكله بقدر اطير. 1 2 3 انطلاق. وين رحت؟ نزلت تحت، تحت الارض ولا قاعد بحفر؟ قاعد بطير لفوق حبيبي. يا سلام، لا لا لا، طير طير مره ثانيه، مره ثانيه حبيبي، لا تطير لتحت، طير لفوق. ايوه ايوه، شوف شوف كيف بطير، بطير لفوق. طب انا بقدر اطير؟ ليه ما بقدر اطير؟ ممكن تطيروني على الارض عليكم لو سمحتوا. صار عندي 141 دايما. بلا الشخصيه اللي بعدها هانتد صهيب، باين ستراكشر بلوج اند بصر. شو ما فهم، ولكن نحطها ونشوف ايش اللي بتعمله. طيب لانه قاعد بحفر بالارض. يخرب بعدك، لا طيرنا لفوق، ليش هيك؟ والله حرام. مرة بدي اعيد اناقش نفسي، لا والله موجودين نفسي، تعالوا تعالوا اعطوني روسي، روسي موجوده الحمد لله، والله بالحلال جبتكم. يا الله الطعام راح من عندي. عادي عادي صهيب، لا تزعل كثير. يعني هذه الشخصيه اللي كانت تعمل هانك كل لي اعمله انا ارسبنها واهرب من المكان، لها راح تعمل انفجار جدا قوي. ترى ما اموت، ترى ما اموت، ترى ما اموت حبيبي. 200,000 تقريبا من الدايموند صار عندي، ورجعت جبت الطعام من اول وجديد. ليش؟ لان هلا بدي اروح على مكان جديد، لانه كان كاتب لي نيو ستراكشر انلوك، فنضغط يس راح يصير العد تنازلي ويودينا على مكان جديد، ويا رب المكان يكون رهيب عشان اقدر اجيب دامج اكثر. لا والله والله المكان رهيب، بويوم جديد، بويوم من الجمجمه العملاقه اللي ممكن يعني اني اموت داخلها. يا رب لما ادخل ما يرصد الوحوش، لاني انا مش ناقصني الصراحه. السلام عليكم، المكان امان حبيبي. طلع برصد لي وحوش هون كمان، ولكن وحوش جديدة. والله وحوش جديدة، شايفين؟ طلعوا ايش هاد؟ روبوت، روبوت مسكلتون. يا مرحبا يا روبوت مسكلتون، ايش رايك تموت مني سريع سريع؟ لا والله ما بموت، شوفوا انه بياخذ دمج عالي بس ما بموت. صهيب الدايموند يا مرحبا. طب بما انه في شغله انا نسيتها، لما اشتريت الشخصيه تاعت السوبر هيرو اعمل لي انلوك للمكان هذا، اتوقع اني لازم احطه في المكان هذا عشان يدمر المكان. لا مش يدمر المكان، يعني انا اموت بدي اضلني عايش. ايوه 280,000 قربت على 300,000 حبيبي. حط حط صايب اكثر، صايب اكثر، فجر المكان، فجر فجر، كسر 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 وربك ميسر، دمر المكان الاشرار هاد. والله انه الاكس بي عندي كثير حبيبي. رسبا هاد هون، شكل راح اموت انا كمان مره، والله من حاب اموت، والله من حاب اموت. الارض عليكم، ابعد عني ابعد عني، هرب صايب هرب هرب. الحمد لله هربت على المتجر، والله ما يذبحوني، يخرب بيتهم. بما انه صار في عندي 465,000 من الدايموند، بقدر اشتري نفسي ابو 100,000. تعال يا حبيبي اشتريك، وكمان هذا بشتريك بخشم ريال. تعال 250,000. لك هذا منظره غريب والله، كانه هو عن جد هذا تاع الاكس راي، ما ببين شيء من جسمه. بتمنى صراحه اني ما اموت من الوحوش الموجوده. والله لساتهم موجودين حبيبي، شكل راح اموت، شكل راح اموت. الارض عليكم، الارض عليكم، اتركوني بحالي، اتركوني. هرب والله هرب. طب اسمعوا يا معفنين انت وياه، خذوا هاي شخصيتي اللي بتفجر المكان، خليكم انفجروا. ايوه فجرك فجر، يلا يا سلام. انا بفرجيكم يا معفنين. هلا اجى الوقت، الشخصيه الجديده المكتوب عليها جاينت موب صهيب. صهيب الحيوان الكبير؟ لا حكي لي انه انا بستدعي وحوش عملاقات، يعني خلينا نشوف مع بعض. 1 2 3 رسبن، هذا هو. والله بجيب وحش عملاق. حط كمان مره، جاب خروف، مره ثانيه جاب خروف، خروف ثاني، خروف العيد هذا شكله. لا هالمره جاب خنزير، خنزير عملاق كمان، شكله في كمان وحوش اكثر. ايش رايك يجيب لي بكره هالمره؟ شوف لا والله خنزير وخروف. انا مش منتبه، صار تقريبا عندي 2 مليون، جيب لي 2 مليون. والله تاعت الوحوش هاي شكله بتكسر اكثر. والله 2 مليون و100 الف يا حبيبي. طب هذا الديمنشن، خلينا نشوف ايش بتعمل. رمى ايش؟ اسود، ثقب اسود، والله رسمه ثقب اسود. اهرب اهرب صهيب، ابعد عن المكان. الثقب عاد بكبر اكبر واكبر. شكله بده يسحب العالم، ولا ممكن يفجر العالم ويذبحني. ابعد صهيب، اهرب اهرب. والله نصيحه، بلع العالم، والله بلع العالم. يا ساتر يا ساتر، تقريبا صار في عندي 2 مليون ونص من الدايموند، وعمل ثقب اسود كبير. اتوقع هذا الثقب هو اللي راح يذبحني التنين، عشان هيك صهيب روح على البورتل. انا ممكن شخصيه من الشخصيات تساعدني اني اروح على التنين بشكل جدا سريع. ممكن هذه الشخصيه تكون لانه في عندها بلوكات من الان. 500,000 ونص مليون دايموند، عادي يا حبيبي جيب الشخصيه هاي. في عندي شخصيه جنبها شخصيه اليوتيوب، يا هلا والله يا مرحبا. بقديش؟ 750,000، يعني تقريبا مليون، وانا بقدر اشتريها. والشخصيه الاخيره الموجوده عندي بمليون دايموند، لو تركزوا
عليه صولجان كأنه ساحر، اشتريها بمليون. فعليا ما بكون ولا شخصية اني بقدر اشتريها، كل الشخصيات اشتريها. لنرجع ونجرب الشخصيات مع بعض. نجرب الشخصية تاعت الماجما، ايش بتعمل؟ ليفل اب صهيب. ليفل اب صهيب فجر راسي انا. طب شخصيات الثانية حرام عليكم، بدي اجيب افضل شخصية ابو 100,000 لان كاي رسمين لي وحوش، والوحوش العملاقة هي كانت تجيب لي دايما كثير. فهي شخصية اجيبها من اول وجديد. الله ياخذكم، والله حرام حرام ارجع هيك. عشان في عندي شخصيتين لازم اجربهم. الحمد لله يا رب العالمين، جبت لي 2 مليون من الدايموند، وهذه الشخصية اللي جابت فيه العيد الليفل اب. والله اني غبي انا، المفروض اني اقرا ايش ميزتها. مكتوب انه بيستدعي القمر، معناته هي قمر ما بعرف شو معناتها، ولكن يعني انه ايش كبير بفجر الدنيا، لارج اريا يعني بفجر منطقة كبيرة. لازم لما ارص منها الشخصية لازم اهرب على طول على طول على طول. شوفوا من فوق شو جاي، فجر العملاق. صار في عندي 2 مليون ونص، لا والله في دايموند نازل اكثر، 2 مليون 600,000. يعني يا صهيب ارجع المتجر وجيب الشخصية تاعت اليوتيوب وجيب الشخصية تاعت الساحر وارجع خليها نجربها مع بعض، ويا رب يطلعوا شخصيات ما تذبحنا. الشخصية الأولى بحكي لي سنيك. لا هذا رهيبة، ركزوا ركزوا، أول ما أحط الشخصية معاه لابتوب وحواليه بيجي لايكات واشتراكات. صايب ابعد، شوفوا ايش بمطر، بمطر اللايك والاشتراك وبفجر الدنيا عشان يجيب لي أكثر. يعني صهيب حاليا هذول اللايكات والاشتراكات الموجودة بتشمل القناة، يعني مجرد ما تضغط زر الاشتراك أنت حاليا راح يجي الاشتراك هون، وتضغط اللايك بيجي اللايك هون، هذول كلهم حاليا بيضغطوا لايك واشتراك بشكل فعال، فعليا لايف، هذا لايف ستريم. أجا الوقت للشخصية الأخيرة، شخصية الساحر، بحكي سبيل ماجيك، يعني بيعمل السحر. حط الشخصية وأهرب والأرض في عليها دائرة سحرية. أوه بضرب كورة عملاقة، حط حبيبي جيب دايموند أكثر، جيب دايموند أكثر، جيب جيب. أوه المكان تغير حبيبي، هل أفهم؟ صار عندي 5 مليون من الدايموند. ساحر هاد عنده أكثر من ميزة، الميزة الأولى إنه برسم بوابة، والميزة الثانية كمان برسم بوابة على اللون الموجود عنده تاع البربل هاد، والميزة الثالثة بعد يفجر. ولكن قبل ما أروح على التنين وأذبحه لازم يا صهيب يجيب جميع الشخصيات ورسمها عند التنين عشان كل جيش صهيب يذبح التنين. فنيجي هون بسم الله. وإيش يا صهيب، بما إنه عندك 7 مليون بقدر أشي نفسي بشكل لا نهائي. جيب جيب، والله يا إني جبت جميع الشخصيات، فعليا جميع الشخصيات ما تركت ولا شخصية. صهيب قبل ما تجيب العيد حط هذا يكسر لي بلوكات، لما أروح عند التنين في احتمال أكون بعيد عن التنين. خليني أحط هذول أجيب بلوكات، وهلا أجى الوقت إني أروح على التنين، والتنين راح ينجلد من جهة صهيب. قلت لكم أنا برسمني بمكان بعيد. السلام عليكم يا تنين، جبت لك جيشي المخبار راح يدعس ببطنك. ولكن قبل ما نكمل هاتو نجيب لنا طعام، لأنه فعليا بدي أركض يا جماعة. كان عندي طعام كثير، كل ما أموت يروح من عندي. ليش أنا جبته؟ عشان أركض سريع، لأن لما أحط الشخصية احتمال الانفجار يجي على راسي. خلينا أول إشي نحط الشخصيات هذه العادية، هذا تاع جاينت اللي بيرسم حوش عملاقة أو حيوانات عملاقة اللي قاعد يكسر المكان. إي لقلقت الدنيا حبيبي، لاق مليون. ولكن ما عندي أي مشكلة، لأن إذا حط هلا الشخصية هاي راح تفجر راس التنين، راح ينزل عليه كورة عملاقة ممكن إني أموت أنا منها. لا مت عن جد أنا، كم مرة أنا مت في حلقة اليوم؟ والله مت كثير. رجعت على المتجر، خليني أشوف شخصية اليوتيوب وأشي كمان تاعت الساحر عشان أذبح التنين، لأن التنين المعفن ما بيموت إلا من أشياء بسيطة، الأشياء القوية بتفجرني أنا وبتذبحني أنا. خليني أروح عند التنين كمان مرة ونحط شخصية صهيب تاعت اليوتيوب. أيوه بسم الله نشوف. آه كأنه كسر المكان كامل، والتنين عمال بيموت شوي شوي تدريجيا، وأنا شكلي حموت كمان. التنين يا معفن، خليني أحط صهيب البوزر وشوف إيش بيعمل. يا رب برمي كورة عملاقة عليه، والله ذبح التنين فجر راسه. يا سلام يا سلام، هذا الكلام. وبهيك وصلت المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولا تنسوا رابط المتجر موجود حاليا هون، الموجود فيه التيشيرتات اللي بلبسها بالمقاطع. اذا حابين تدعموني استخدموا كود حرف الاس 1 لا اكثر ولا اقل، وهلا بقول لكم بامان الله.